المفرد يا شيخ صالح إذا جاء يوم التاسع هل يذهب حالا إلى عرفة أو يطوف بالبيت؟ ماذا يعمل؟ لا مانع، والأفضل أن يطوف بالبيت إذا قدم إلى مكة، الأفضل أن يقصد البيت وأن يطوف به طواف القدوم، هذا سنة مؤكدة. وإن أراد أن يسعى وهو مفرد أو قارن، أراد أن يسعى سعي الحج مقدما بعد طواف القدوم فلا بأس بذلك، وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد إن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة فله ذلك أيضا. نعم.